استنكرت كوريا الشمالية الإجراءات العقابية الجديدة للولايات المتحدة ضدها، وحذرت من أن مثل هذه السياسة قد تعيق مسار نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد. جاء هذا التحذير بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد 3 مسؤولين كوريين شماليين كبار بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. وتضم لائحة المسؤولين المعاقبين اسم تشور يونغ هاي الذي يعد الساعد اليميني للزعيم كوري كيم يونغ أون.